بطاطس دي شطران. وكذلك بعض المواطنين اللي تخلفونا من اليوم كانت فيه خرجة ميدانية لأربع بلديات بدائرتي زيغود يوسف وبن زياد، وانشرفنا على وضع حيز الخدمة مشاريع عديدة مست قطاعات حيوية لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، منها الكهرباء، الغاز الطبيعي، التوصيل بالمياه الصالحة للشرب، فك العزلة، تعبيد الطرقات، مرافق اجتماعية مدرسية ورياضية، ودائما في إطار البرنامج المسطر من طرف الولاية والذي سيدوم إلى غاية أول نوفمبر. قلنا باللي فيه برنامج كبير يمس كل البلديات الولاية وكذلك كل القطاعات الحيوية.